فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى المغني والكلام على الطهارة وباب ما ينقض الطهارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والارتداد عن الإسلام. وهذه مسألة خلافية، على أساس أن الإيمان شرط في صحة الطهارة، فإن كانت وحصلت الردة هل تبطل هذه العبادة التي أتى بها أم لا؟ جملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهذا في نظر أن في خلاف عريض من العلماء. قال: هذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام. لابد أن نقول يعني هناك شيئا أيضا تركه يعني المصنف الشارح، إما نطقا أو اعتقادا أو فعلا، إما نطقا أو اعتقادا أو فعلا، لأنه قد يكفر المرء بالفعل ويكفر كمن يسجد لصنم، يسجد لغير الله جل في علاه، يذبح لغير الله جل في علاه. فمن فعل أمرا في كفر يخرج به من الملة، نعم يخرج به. يبقى إذن هو إما أن يكون يخرج عن الإسلام إما نطقا أو قولا أو فعلا أو اعتقاد. قال: أو شكا ينقل عن الإسلام، فما تعاود إسلامه ورجع على دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ، وإن كان متوضئا قبل ردته. هذا ما قاله حنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، ثلاثتهم الجمهور يقولون لا يبطل وضوء بذلك، وهذا عجيب أيضا. لكن التأصيل العام أنه كل عمل لا يكون الحبوط فيه بالردة إلا بعد الموت. ولشافعي قولان في بطلان التيمم. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط عمل. فرتب الترتيب على الوصف دل على العلية، رتب حبوط العمل على أن يموت كافرا، فشرط الموت أنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة. وهذا القول هو الأوضح. لكن قال المصنف: ولنا قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. قلنا هذا مجمل، تفصيل جاء: فيموت وهو كافر فأولئك حبط عملهم. اشترط الموت، قال: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت عملهم. ويستدل الحنابلة بالآية: إن أشركت لأحبطن عملك، مجرد الشرك حبوط للعمل، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. وهذا مردود عليه في قول: إن أشركت لأحبطن عملك. قلنا: نعم، المشرك يحبط عمله، لكن متى؟ لأن الآية جاءت تصريحيا: فيموت وهو كافر. قالوا: إنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. وهذا باب التنبيه، يعني مفهوم الموافقة. قال: أن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأحدهما حدث اللسان، أشدهما من ذلك حدث اللسان، وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والصحيح في ذلك أنه لا ينتقد وضوءه إلا إذا حبط عمله، حبوط العمل يكون بالموت. هذا صحيح. وهم يردون على استدلالات الشافعية والجمهور على أنهم يقولون في قوله تعالى: فيموت وهو كافر، هم استدلوا بالمفهوم، يستدلون بالمفهوم. وحقا أنهم تعلمون عدم العمل بالمفهوم له ضابط، منها أن يخالف المنطوق. فهو يقول: والمنطوق مقدم عليه. أي منطوق؟ وش المنطوق؟ أين هو؟ أين المنطوق الذي يقدم عليه؟ لأن شرط لأحبطن عملك هذا مجمل مبين من الآية الأخرى. وفي قول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، على غرار أنها حدث. والصحيح في هذا الباب أنه لا منطوق يخالف المفهوم، المفهوم يخصصه إذا صح. ودليل الخطاب قوي في هذا الباب، قال: فيموت وهو كافر. ولأن هذا أيضا وسيلة إلى موافقة مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة عدم توصي بعدم المشقة على الناس، وأنت كلما قلت له اغتسل أو توضأ قد تكون فيه المشقة. نعم، فهو لما عندما يجد السهولة واليسر عليه حتى بعد مرتد يرجع يتمسك بقوة على أحكام الشرع. قال:
فصل. يبقى إذن الحق أنا لو ك... لو 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 ك... طبعا ما أحد يقول لي أنت بتتخيل من وين، هذا صحيح، هذا واقع. ترى رجلا خارج من المسجد وصلى ولكنه يعني أغضبه أحد فسب الدين، كفر أو ارتد بسبب الدين، كفر ارتد. لو رجع قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرجع وأراد أن يصلي ليس مطالبا بالوضوء، وضوء قال رضاك سيزانيق رضي الله عنك، حافظك رب يا صلاح، ونسأل الله أن يحفظ جميع أهل العراق بأمثالكم، أنتم أسد الغاب هناك، أنتم أسد السنة هناك، حفظكم ربي ولا يصلت عليكم رافضيا أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن الصحيح الراجح في هذا الباب هو الشريطة، شريطة فيموت وهو كافر. قال فصل: ولا ينقض الوضوء مع عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والنميمة والرفث والقذف، هذا لا ينقض الوضوء، يعني واحد تكلم بكلام يراه تجاوزا لا ينقض به الوضوء، وغيرها نص أحمد على ذلك أن الوضوء لا ينقض، الوضوء لا ينتقد بالغيبة ولا بالنميمة ولا حتى بالرفث ولا حتى بكلام الجماع بين رجل وزوجه ولا حتى التصريح فيما يكون تفصيلا بينه وبين زوجه، ما ينقض الوضوء. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة وهذه كبائر من الكبائر لا تورب طهارة ولا تنقض وضوءا، وإن كان الأفضل أن 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 يجعل يعني لسانه بعيدا عن هذا، وأن يتوضأ أيضا يجعل نفسه طاهرا عن هذا. قال: قد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، ابن مسعود وغيره كانوا يأمرون من تكلم بكلام في مثل هذا أن يتوضأ. ذلك قال صاحب المغني: وذلك استحباب احترام عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام، ما أحد أمرهم بأنهم يتوضأ من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله تطهيرا له. والحفام باللات أعظم من الغيبة والنميمة، أعظم من السرقة. لما حلف غير الله حلف بالعزة باللات أو العزة قال فليقل لا إله إلا الله، ولم يقل يتوضأ، ولم يقل. قال فصل: وليس في القهقهة وضوء سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة، وذلك عن عروة وعطاء الزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قال أصحاب رأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة. عجيب، كلما مروا على حديث وأثر أرادوا أن يقفوا معه عملا، يعني كان الحديث إما منسوخا وإما كان ضعيفا. هنا الأحناف أو الحنفية يقولون بوجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة. قلت قبل ذلك بأن عالم الأعلام من المصريين من الحنفية صاحب كتاب فيض القدير هو الكمال بن همام، كان يقول: والقياس أن القهقهة لا تبطل الوضوء، لا تنقض الوضوء، لا تبطل الوضوء داخل الصلاة كما أنها لا تبطل الوضوء خارج الصلاة، فما فرق بينهما؟ لكنه قال: والأثر يقدم والأثر يقدم. هنا تطبيق العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم، يعني نسبق الخلاف سبعة بين الرسول وبين قول الفقيه. فهنا علماءنا يقولون في هذا الباب أن القهقهة في الصلاة لا تصح، لأن هذا الحديث حديث ضعيف جدا منقطع، وحديث عبد الرحمن بن بيلماني أيضا مرسل، واحتجاج الحنفية كما قلت بأن رجل كان يصلي، احتجاج المدارك حديث عبد الرحمن بن بيلماني كما قلنا مرسل، أن رجلا كان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه، ومر رجل برجل أعمى فوقع في حفرة دون أن يدري، فأخذ الصحابة القهقهة، هذا كلام عود لعيب كبير أن يقال ذلك أو ينسب للصحابة أن هذا يعني منهم أو من أخلاقياته. سبحان الله، هل الصاحب سيفرح بالضرر الذي يقع على الصاحب الآخر أو هو يسعد بإيلام الآخرين؟ أعوذ بالله، هذا من صفات المنافقين. حديث أبي العالية أن رسول الله كان يصلي فجاء الضرير فتردى في بئر فضحك طوائف ما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الصلاة الوضوء والصلاة. قد نقول بالتنزل يبقى يكون هنا تعزيرا ليس وجوبا، ولذلك قال: ولنا معنى أنه معنى لا يبطل الوضوء فخارج عن الصلاة فلم يبطلها يبطله،
داخلها، فالكلام وأنه ليس بحدث ولا يفضي إلى إليه الحدث أشبه، فأشبه سائل ما لا يبطل. ولأن وجوب من الشارع لم يصف عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه، هذا تخريف طبعا. يعني لو قلنا بأنه يعني هناك فارق بين القهقاه داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني هذا يكون فيه حتى إذابة أصول الحنفية. فذاك رد على الموضوع قال ولنا أنه معنى لا يبطل وضوء خارج، لا يبطل وضوء خارج الصلاة فلم يبطل داخلها، وهذا صحيح إذ لا فارق، وهم يأخذون بمسألة السواء وأنهما متماثلان، والشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. ورد أيضا ما وراه ما رواه مرسل لا يزبط، قال ابن سيرين لا تأخذ المرسيل الحسن وابن عليا فإنهما لا يباليان عمن أخذها. والمخالف في المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول، فكيف يخالف هذا هنا؟ يعني الحنفية دائما يخالفون أحاديث هاتجات كالمصرات وكالبيان بالخيار، يقولون خالف الأصول، هو أصل بذاته. ما معنى خالف الأصول؟ هو أصل بذاته. لذلك الصحيح أن نقول أن القهقهة لا تنقض الوضوء لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. خارج الصلاة متفق عليه أنها لا تنقض الوضوء، وخارج الصلاة أنها يعني باتفاق بالإجماع أنها لا تنقض الوضوء، لكن تنقض الوضوء داخل الصلاة هذا الذي قالوه اتباع للأثر، والأثر ضعيف. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره أنه لم يبطل وضوءا قام إلا إذا قامت بينة على ذلك. قال وأتى بمسألة أخرى، فمسألة القهقهة لا تنقض الوضوء وإن كانت تنقض الصلاة. قال مسألة ومس الفرج، فرج الإنسان سواء الرجل أو المرأة، لكن هو يفرق هنا للأحكام التي جاءت عن للمرأة خاصة. مسألة ومس الفرج، والفرج اسم يطلق على القبل والدبر عند بعض العلماء، وبعضهم لا يلحق الدبر بالقبل بل هو الفرج اسم للقبل. وفي مسه نقض أو في نقض الوضوء بمسه خلاف بين حتى في المذهب، مذهب الحنبلي في خلاف والمذاهب الأخرى فيها خلاف. مس الذكر رواية أحمد المعتمدة ينقض الوضوء، ومذهب ابن عمر وسعيد بن مسيب وأبان بن عثمان وعروة بن سليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وكثير من العلماء. والمشهور عن مالك روى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الثانية لا وضوء فيه، وطبعا هذا لهم أدلة كثيرة بأن مس الذكر ينقض الوضوء. وإن جيت الحق أن الأصل أن مسيس الذكر لا ينقض الوضوء، وده لا دليل على النقض لكنه جاء بوصف. لما نقول أن الأصل عدم انتقاض الوضوء، هذا الأصل، فإننا لا نخرج عن الأصل إلا بدليل. إذا جاءت القرآن جاءت الأدلة على ذلك أخذنا بها. فالرواية الثانية عن أحمد قال لا وضوء فيه، ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمر بن حسين وابن الدرداء، وقال ربيع الرأي والثوري وابن المنزل وأصحاب الرأي، لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا ابن علي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فكأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ قال له وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا قطعة منك؟ وهذه فيها دلالة على الوقوف أمام النصوص. ما هو إلا بضعة منك، ما هو إلا بضعة منك، ولأنه عضو منه فكان كسائره، يعني الجزء يأخذ حكم الكل. فتمسكوا بقوله وهل هو إلا بضعة منك أنه لا ينقض الوضوء. صراحة نقض الوضوء بمس الذكر أيضا فيها خلاف عريض، والصحيح أن يقال أولا لا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا التفصيل. الأقوال الصحيحة في مس الذكر في هذا الباب تلخيصا لما سيأتيك هو ينقض مطلقا، والرجل والمرأة سواء، وسيأتي كلام تفصيلا عن المرأة. قال ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا التفصيل، ينقض مطلقا في قوله فمس ذكره فلا يتوضأ، من مس ذكره فلا يتوضأ، هذا التصريح. إذا عندنا ثلاث أقوال في الملخص والإيجاز، ثلاث أقوال في هذا الباب. القول الأول من مس ذكره فلا يتوضأ فينقض الوضوء. القول الثاني لا ينقض الوضوء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك، التفصيل، والتفصيل هذا عند العلماء نبينه الآن إن شاء الله. الذي قال بأنه ينقض قال
قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا توضأ، وهذه فيها دلالة على التصريح بوجوب الوضوء لمن مس ذكره. والذين قالوا بأنه لا ينقض مطلقا من هو ما هو إلا بدعة منك أو بدعة منك، وصحيح أنه إذا مس كما قال بعضهم بكل اليد وقبض كما قال عطاء غيره فلا ينقض الوضوء، فإن سم حامل فلا نقض الوضوء. والأصل في ذلك هو حديث جمع لنا بين فهوم الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. فالتفصيل هنا أنه قال باليد وكف اليد، وذلك بعض العلماء يرى أن الظهر كالكوع كالمرفق كظهر اليد أنه ليس نقضا. الأمر على أن يمس الكف اليد إذا أفضى حكم بيده أو بكفه إلى فرجه ليس دونها حائل فليتوضأ، ليس دونها حائل فليتوضأ. قال أبو زرع وهذا الراجح الصحيح أنه إذا أفضى يعني بكل يدي إلى 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 فرجه نعم بدون حائل يتوضأ وإلا لا يتوضأ. قال أبو زرع حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشرة من الصحابة. فأما خبر قيس فقال أبو زرع وحاتم قيس مما لا تقوم برؤية حجة، ثم إن حديثنا يعني متأخر لأن أبو هريرة قد رواه أو رواه وهو متأخر الإسلام، وهو إذا أفضى حكم إلى 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 فرجه. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخا له وقياسا ذكر عساء البدن لا يستقيم لأنه تعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بعلاجه والحد والمهر وغير ذلك. والحق أن نقول الراجح فوق ما قال هو أن مس الذكر ينقض الوضوء بضوابط. الضابط الأول أنه لا حائل بينه وبينه، يبقى إذن ما في أي حائل يمس البشر البشر. الأمر الثاني أن يفضي إليه بباطن كفي، أن يفضي إليه بباطن كفي فيكون هنا قد انتقد الوضوء. غير ذلك قال هذه الصورة لا ينتقد الوضوء بمس الذكر. ولأن حديث أبي هريرة فاصل. قال فصل وفي فعلى رواة النقد لا فرق بين العامد والناس، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأيوب، وقال به أيضا أبو خيثمة عن أم الخبر أو عن أحمد لا ينتقد الوضوء إلا بمسه قاصدا. صحيح أن المسيس دون حائل، وفي الوضع الذي تكلمنا عنه أنه أفضى إليه ينتقد إلا فلا ينتقد. قال أحمد بن حسن قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر فقال هكذا وقبض على يديه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حسين قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر قال هكذا وقبض على يديه أو على يده يعني إذا قبض عليه. الحق هو إفضاء، والإفضاء يكون كف اليد لا سيما أن علامة اللغة الذي قال بذلك هو الإمام الشافعي. ولأنه لمس فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء، وفي لمس النساء أيضا نظر في الكلام. فصل ولا فرق بين بطن الكف وظهره. وهذا قول عطاء الأوزاعي وقال به مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه، لذلك قال لا فرق بين بطن الكف وظهره. وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآت اللمس، بباطن كفه بباطن الكف فقط إذا مس ذكره يتوضأ. وهكذا المرة بباطن الكف إذا مسك يعني أو مس الذكر من غير حائل ينتقد الوضوء. طب لو مسه لكن بحائل لا ينتقد الوضوء. قال واحتج أحمد بحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه سترة فليتوضأ. إحنا قلنا حديث أحمد أيضا حديث السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه حائل فليتوضأ، لأن المسيس هنا انتقد الوضوء به، المسيس هنا انتقد الوضوء به. وفي لفظ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الغسل أو وجب عليه الوضوء. وفي لفظ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وهذا رواه الشافعي في المسند. قلنا كل حديث جاء في انتقاد الوضوء بمسه يكون مسه بالكف، وبالإفضاء إذا أفضى أحدكم ولا ينقض الوضوء مس الذكر بذراعه. وأنا أحمد ينقض، كيف ينقض وهو كالفخذ؟ بل أقرب سبيلا، لأنه من ما ما يعني من يده وقول عطاء والأوزاعي والصحيح الأول، ولأن حكم معلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع
بدليل قطع السارق وغسل اليد من نوم الليل والمسح بالنهار، إنما وجب غسله في الوضوء لأنه قد. وهنا مسألة ينتقل إليها مسألة من أهمية المكان. إذا قلنا بأن الراجح جملة، حتى تعلم الجملة بأن الراجح مس الذكر بلا حائل إفضاء يعني كف اليد ينتقد، غير ذلك لا ينتقد الوضوء. قال فصل أراد أن ينبه أيضا إلى مسألة أهمية المكان ولا فرق بين ذكره وذكر غيره. قال دول لا ينتقد إلا مس الذكر فقط. شوف هنا الظاهرية وجملة الظاهرية ماذا فعلت، لأنه لا نص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه، لأن ولنا الإمام ابن قدامة قال ولنا أن مس ذكر غيره معصية وأدى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقد بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره من باب أولى. ولذلك في بعض الأحيان يقدمون التنبيه على التدليل. يبقى لابد أن نعاود ونقول من مس ذكره دون حائل فليتوضأ، ولأننا قلنا بصحة حديث بصرة وإن كان ضعف العلماء من مس ذكره فليتوضأ، قالوا إذا نأخذ منها هذه القضية من مس ذكره مفضيا إليه أيضا ليس ثمة حائل انتقد وضوء، وإلا فلا يطالب بالوضوء. وهذا رد أيضا على داود. قال المصنف ولا فرق من ذكر الصغير والكبير، وفي قال عطاء الشافع وسول، وعن الزهري والأوزعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير. المسألة على الصغير فيها قولان عند في المذهب على أساس تفريق بين الكبير والصغير، المكلف غير المكلف. فالحنابلة يرون بأن مس الصغير لا ينقض الوضوء، يستدلون بذلك أحاديث واهية، يستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المحل للحسن رضي الله عنه وأرضاه، قبله ولم يتوضأ، فإن كان قبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ في دلالة على أنه يعني التفريق في عادة في الحكم بين الصغير والكبير. قال ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، ما به قال عطاء والشافعي أبو ثور، وعن الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الخبيث. والشافعي يقول لا فرق بين الصغير والكبير، وهذا صحيح ينتقد، يعني المرأة إذا نظفت والدها ومست عورته ينتقد وضوءها. وعن الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل محل يعني حسن. والصحيح أن نقول هذا الحديث ضعيف ولم يصح، ولو صح في هذا الباب هذا التقبيل ليس مس، احنا قلنا أفضى بيده، وهذا لم يحدث يعني أن يكون قد أفضى بيده. النبي قبل المحل والتقبيل ليس مسيسا، التقبيل ليس مسيسا يعني على وصفهم. قال ولنا عموم قول الله تعالى ما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، كما قلنا حتى ولو تنزلنا من الحديث وحديث ضعيف جدا أن النبي فعل ذلك فإن هذا ليس المسيس الذي تبطل به الطهارة. ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير والخبر ليس بثبت، يعني حديث أنه قبل موضع من الحسن ليس بثبت. ثم نقض اللمس أو نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة. في النقطة الأخيرة وهي مسألة المس، من مس ذكره على العموم فليتوضأ، فهو عموم من مس ذكره، وهذا تنبيه من مس ذكره تنبيه. وأيضا قد ورد نعم من مس الذكر فليتوضأ، من مس الذكر فليتوضأ، هنا تعميم، لما يقول مس الذكر دخل تحته الصغير والكبير، دخل تحته الصغير والكبير، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الحسن فهذا لم يثبت، ولو ثبت قلنا أن هذا ليس المس الذي يبطل به الوضوء. ولم يرد حتى بعدها أنه قبل ثم صلى، لم يرد أنه قبل ثم صلى. قال المصنف فصل وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لاتصاله بجملة الأدمي، وهو قول الشافعي، وقال إسحاق لا وضوء عليه. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر الحي،
ولأن كلام المغني هنا ميل إلى أن المسألة لا ترتبط بالشهوة، إلى أن المسألة لا ترتبط بالشهوة، إلا فقد قال بعضهم مرجحا بأن مسألة النقد مرتبطة بالشهوة، يعني إن مس ذكره مشتهيا الشهوة انتقدوا وإلا فلا، لقوله هو إنما هو بضعة من كان، وخصص الانتقاد بإيش؟ بالشهوة. قلنا الحق، وإن كان هذا مرعي، إن كان مرعيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. إذن بالنسبة لذكر الميت قالوا ينقض الوضوء، لأن الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا معناه أن صاحب المغني الشارح فإنه يميل إلى مسألة أن مسألة الشهوة ليست مؤثرة في الحكم، ولذلك قال وفي الذكر المقطوع وجهان، ينقض لبقاء اسم الذكر عليه، الآخر لا ينقض ذهاب الحرمة وعدم الشهوة بمسه أو ما لا إليها في هذا الباب. فأشبه قال فأشبه ثيل الجمل، ولو مس القلفة أو القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها انتقد وضوءه لأنها من جلدة الذكر، وإن مسها بعد القطع فلا وضوء عليه لزوال الاسم والحرمة. وقف عند من مس حق الدبر، هل الدبر ينزل مزيد الفرج ويكون مس حلقة الدبر تنقض الوضوء؟ لأنه قال من مس فرجه في رواية، فقالوا الفرج هنا يقع على الذكر ويقع على الدبر، القبل والدبر، في خلاف من العلماء في هذا الباب، وإن كان الراجح الذي نزيم الله به أنه الفرج لا يقع على القبل، لا يقع إلا على القبل، ما يقع على الدبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.